السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من أحداث وأصداء، والتي سنتناول فيها الوضع المستجد في ليبيا بعد نقل الحوار إلى الجزائر، أين تعقد هذه الجلسات لحد الساعة منذ البارحة، حيث يشهد هذا الحوار الليبي بين الإخوة الفرقاء تطورا ملحوظا لكنه يسير ببطء. فبعد أن انطلق منذ حوالي شهرين في جنيف وواجه امتناع بعض الأطراف الهامة المطالبة بإجرائه في الداخل الليبي، كان لهؤلاء ما أرادوا، وتم نقل الحوار إلى غدامس بموافقة وإشراف الأمم المتحدة. ثم عقدت جولة أخرى في المغرب كانت أوسع وأشمل لأطراف الأزمة الليبية وتفاصيلها. لقاء الجزائر الذي توسع لزعماء الأحزاب والنشطاء السياسيين الليبيين شكل منعرجا هاما في مسار الحوار، حيث فسح المجال لأطراف الأزمة الفاعلة على الأرض والتي ينظر إليها في نفس الوقت على أنها أطراف الحل. فشل مصر والأردن بمجلس الأمن في رفع الحظر عن تسليح القوى العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الموالي لمجلس النواب المحل قضائيا، يبعث برسالة قوية لجميع الأطراف على أن الحل لن يكون إلا سياسيا وما دون ذلك هو الدمار بعينه، كما صرح بذلك برناردينو ليون المبعوث الأممي في جلسة الحوار التي عقدت أمس بالجزائر. فلنستمع إلى جانب مما صرح به المبعوث الأممي في الجزائر البارحة. أعود إلى ضيفي سيد صبري مالك، الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي في ليبيا. أهلا وسهلا بك سيد صبري. أهلا بك. كان قد صرح البارحة برناردينو ليون في الجزائر وقال بالحرف الواحد أن ليبيا أمامها خياران، يعني الأطراف المتصارعة في ليبيا أمامهم خياران فقط، الخيار التوافق السياسي أو الدمار. يعني الأمور واضحة وله معلومات يعني حول خطورة الوضع في ليبيا إذا فشل الحوار في المغرب أو فشل في الجزائر، فإن ليس هناك إلا الذهاب نحو حرب ربما لا تبقي ولا تذر. نعم، أنا أوافق على هذا التشخيص، ما فيش مشكلة. الربيع العربي الآن يمر بفترة حرجة في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في مصر. الفترة التي نمر بها الآن، التي تمر بها الأمة العربية، شبيهة بالفترة التي مررنا بها في الستينات. فراغ أيديولوجي رهيب، الناس لا تعرف ماذا تريد. قبل في المنطقة كان فيه ما يسمى بالقومية العربية ودعوة الإخوان المسلمين وما إلى ذلك. الآن اليسار انتهى، الليبرالية لم تتبنى، لأن الليبرالية لم تتبلور بعد في المنطقة العربية، وهناك فراغ كامل. الإسلام السياسي، الشعوب بدأت ترفضه. فالفراغ الأيديولوجي هذا يجب أن نفهم المشاكل السياسية الموجودة على الأرض من خلال هذا الفراغ الأيديولوجي لغياب الرؤية. أنت لا تستطيع تعمل في السياسة وأنت لا تملك رؤية سياسية واضحة. ليبيا قد تكون من أهم الدول التي تمثل هذا الفراغ الأيديولوجي. معمر القذافي ضرب الفكر في ليبيا، الفكر السياسي في ليبيا انتهى من أيام معمر القذافي. ضرب الأحزاب، من تحزب خان، التمثيل تجيل، عمل كتاب أخضر فكرته كلها تدور حول ضرب مفهوم الديمقراطية. ضرب الوطنية في البلد، فليبيا حولها إلى قبائل، ولما سقط نظامها أصبحنا قبائل متناحرة. فالمشهد إلى حد كبير مخيف. أبقى معي السيد صبري مالك. انضم إلينا عبر الهاتف السيد الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية من الجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. اللقاء البارحة الذي يستمر إلى يومنا هذا، يعني وصفه البعض بأنه مهم جدا وبأنه منعرج جديد ومهم ومفيد لجمع الفرقاء في الجزائر، خاصة وأنه يشكل أرضية للحوار بين فاعلين سياسيين، زعماء أحزاب، ناشطين سياسيين، بإمكانهم أن يقدموا الكثير لهذا الحوار. نعم،
أولا الجزائر معروفة بأنها دائما في الأمور خاصة في القضايا الإقليمية تعمل على الحلول السياسية بجدية وبثقة كبير، لأن يعنيها أمن واستقرار المنطقة بالدرجة الأولى، لأنها لها حدود أكثر من 900 تقريبا 1000 كيلومتر على ليبيا، ولها حدود على الساحل تتجاوز 3000 كيلومتر. إذا هذه كلها تخلي الجزائر تهتم بجدية وتهتم أكثر، لأن الدبلوماسية الجزائرية عادة أنها لا تبقى عن بعد عن الجميع، لا تتدخل مع جناح ضد جناح، وبالتالي خلها تكون استقطاب لدى أقول المتصارعين أو الفرقاء الليبيين. نعم، لكن الشيء الأهم في كل هذا أن الجزائر تعي بأن ما يحدث في ليبيا وما يحدث في عدة دول عربية لها كذلك خيوط خارجية سواء عربية أو دولية. نعم. والجزائر كانت لها تجربة في عملية تيغونتورين، وين تبين بأن الذي حدث في تيغونتورين لم يكن خيوطه فقط إرهاب فقط، لكن هناك خيوط أخرى لها دولية تعمل على ضرب استقرار الجزائر من خلال أهم تجمع أو مركب صناعي اللي هو الغاز، وله علاقة كثيرة بالدول الأوروبية وغيرها. نعم. إذن يبدو لأن الإعلام العربي لم يوفق بعد في دراسة الوضع في العالم العربي في خلال 4 سنوات الماضية، ويركز كثير على الصراعات الداخلية. أنت عربي أو مسلم، وكلنا نعرف أن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والإسلام بالدرجة الأولى بريء من ما يحدث في أوطاننا سواء في العالم العربي أو في العالم الإسلامي ككل، وأن ما يحدث هي استفزازات خارجية لضرب الإسلام. نعم. باسم الإسلام، وهذا نعم. ما يحدث في ليبيا ويحدث في عدة مناطق أخرى. نعم. إذا لما يكون المصالحة في الجزائر والدعوة للحوار والحل السياسي. نعم. هي الحقيقة المبادرة يجب أن تنطلق على الدول التي تسببت في استفزازات الوضع في المنطقة. نعم. يجب أن تكون بالدرجة الأولى تنسحب في تسحب خيوطها في التعامل مع الميليشيات في ليبيا. فما أنت لو تذهب هل تسمعني دكتور إسماعيل؟ على ذكرك الدول أو الأطراف الخارجية سواء إقليمية أو خارجية أو أجنبية، هذه الدول الإقليمية، هناك مصر تقود معسكر موالي لخليفة حفتر والبرلمان المحل وحكومة الثني بطبرق، يعني هم يرفضون رفضا تاما يعني الذهاب بعيدا في هذا الحوار إذا لم تنسحب هذه الميليشيات المسلحة التي يسمونها إسلامية ويسمونها متطرفة وإرهابية، وربما يضمونها إلى داعش كذلك. وهناك كذلك بوبكر بعيرة برلماني يعني معروف في السلطة الشرعية يسمي بأن برلمان طبرق هو السلطة الشرعية الوحيدة. هل هذا الحوار أو هذه اللغة تساعد على هذا الحوار وهي تجانف الحقيقة؟ هناك طرفان متصارعان، كيف ستتعامل الجزائر يعني من أجل إنجاح الحوار؟ أنا اعتقادي الجزائر لها تجربة قوية في المصالحة الوطنية اللي نعم. كان عندنا فعلا صراع كبير تعمق لدرجة حتى الخصوصيات داخل المجتمع الجزائري. في النهاية توفقت الجزائر في المصالحة الوطنية بين بلم شمل الجميع، وبالتالي التجربة هذه يجب أن لا تكون عن بعيدة عن الليبيين، يجب أن يوظفوها. إذا بقينا نأخذ في المعادلة الصفرية أنا أو تنهزم والآخر كذلك، هذا لن نصل إلى حل، لا جماعة طبرق ولا جماعة طرابلس. فهناك الليبيين، شعب ليبي يضغط في اتجاه نعم. الجميع أن يجدوا حل، واعتقادي نعم. إذا في هذا الضغط كبير من طرف الشعب الليبي من كل القوى الحية في ليبيا، أنا اعتقادي أنها تستطيع أن تنصر على الطرفين. أبقى معنا دكتور إسماعيل دبش، أبقى معنا، أوجه هذا السؤال وهذه التساؤلات التي كنت قد ذكرتها إلى ضيفي السيد صبري مالك. ما رأيك فيما قاله الدكتور دبش، خاصة أنه ربط المسألة بما حدث كذلك في تيغنتورين السنة الماضية؟ المشكلة كما بدأت في حديثي هي مشكلة أيديولوجية نتج عنها من مشاكل سياسية عميقة. الدولة الوطنية في ليبيا وفي بعض الدول العربية هي دولة حديثة جدا في السياسة. الدولة التي عمرها أقل من 100 سنة تظل مهددة بالزوال، يعني الدولة لازم تمر ب100 سنة
حتى تصبح دولة ثابتة لا يمكن إنهائها عن الخريطة. فليبيا عندما استقلت في 51 لم تنجح في صنع دولة وطنية قوية، وكانت في محاولات، ثم جاء القذافي وضرب الدولة الوطنية وأسس ما يسمى بالجماهيرية. فالوطنية في ليبيا، القيمة الوطنية في ليبيا هي ضعيفة في هذه الفترة. عفوا دعني أكمل. والقذافي قوى القبيلة على حساب الوطن، وعندما سقط القذافي وجدنا نفسنا في شعب قبلي، ناس تتقاتل لأسباب قبلية. الوطنية عملة نادرة في ليبيا للأسف، وكثير من السياسيين الذين نشاهدهم على المشهد السياسي هم لا يملكون من الوطنية شيئا، هم إما يريدوا يسرقوا أموال لصوص، وإما ناس قبليين يريدوا السلطة. فالشريحة السياسية الليبية غير مؤهلة لإقامة ديمقراطية. نعم، لكن الآن الأمر انفلت من الإطار السياسي إلى الإطار العسكري، صارت فيه يعني معسكران مسلحان تسليحا يعني جيدا وقويا بالنسبة لليبيا يعني، وهذا المعسكران هناك كذلك أنصار لكل معسكر. نعم. الجهة نعم أنصار خارجة كما كان يقول الدكتور دبش، أنصار لمعسكر طبرق وأنصار لمعسكر طرابلس، وكلاهما يدعي أنه هو الصح. هذه يعني الآن بغض النظر عن أيديولوجيا، بغض النظر عن الفلسفة القائمة عليه هؤلاء الطرفان، لكن المشكلة الآن هي مشكلة سلاح وصراع عسكري ويذهب ضحاياه الكثير. نعم. نحن في الحزب الديمقراطي عندما قامت ثورة 19 فبراير في 2011، منذ الأسابيع الأولى لقيام الثورة، هذه الثورة المباركة، قلنا أن نحن الليبيين غير جاهزين لإقامة ديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تقام إلا بديمقراطيين، والشعب الليبي مفهوم الديمقراطية غائب عن وعي الشعب الليبي، والفئة السياسية ليست ديمقراطية، بل كثير منهم ليسوا وطنيين أصلا. أن هناك استثناءات، الاستثناءات لا يقاس بها. فكرة واضحة جدا السيد صبري مالك. دكتور إسماعيل دبش ضيفي السيد صبري مالك وهو الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي في ليبيا، يقول بأن عندما انطلقت ثورة 17 من فبراير قالوا بالحرف الواحد أن الشعب الليبي غير، وكل الطبقة السياسية غير جاهزة لممارسة الديمقراطية لغياب هذه الثقافة والتي قضى عليها معمر القذافي. إلى أي حد في رأيك هذا صحيح أو خاطئ؟ أن هذا المقياس فكل دولة عربية ينطبق عليها هذا نفس المفهوم. نعم. لا يا أستاذ، إذا بدينا نحلل بهذا المفهوم ننسى ونبتعد عن الاستراتيجية الكبرى المخططة لضرب العالم الإسلامي من كشمير إلى الجمهوريات الإسلامية بالتحاد ما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، إلى كوسوفو، إلى المشرق العربي، إلى ليبيا، إلى مصر، إلى دول الساحل. نعم. هذه الخريطة الجيوبوليتيكية في العالم الإسلامي كلها نار تشتعل، معناها الهدف هو ضرب الإسلام العالم الإسلامي، ونحن نحلل في التفاصيل. الاستراتيجية هي استراتيجية الكيان الصهيوني لضرب العمق الأساسي في العالم الإسلامي، حتى الكيان الإسرائيلي يعيش شهر العسل. الكيان الإسرائيلي الآن يعيش شهر عسل، فهو فترة لم يعيشها منذ تأسيسه. إذا نحن نحلل في التفاصيل ونبتعد عن الاستراتيجية الكبرى. لا يوجد حاجة يسموها إسلام إرهابي، ما هو موجود هي استراتيجية دولية باسم المسلمين، باسم محمد وعبد القادر وأحمد، ولكن الذي وراءها لا علاقة له بالإسلام. إذا الإسلام بريء من ما من الإرهاب الذي يطبق في العالم الإسلامي. وعلينا كأساتذة وعلينا كمحللين أن نفكر بهذه الاستراتيجية الكبرى، ولا نبقى نصنف أن هذا ديمقراطي أو هذا غير ديمقراطي. إذا خذينا بهذا المفهوم، هل دول الخليج ديمقراطية؟ هل فيها مؤسسات جمهورية؟ إذن يا أستاذ، نعم دكتور، أكثر من هذه. دكتور دبش، أنا يعني دائما ربما نلقي بمشاكلنا على جهات خارجية ويعني لها استراتيجية في تدمير هذه الأمة. نعم ممكن هذا صحيح، لكن الذي يحمل الآن السلاح ويحارب في ليبيا هم الليبيون، والذي يدعم هؤلاء الفرقاء معسكران، يعني معسكر بقيادة مصر
الأردن والإمارات والمعسكر الأخر بقيادة قطر وتركيا، والجزائر ربما تريد أن تبقى في وسط هؤلاء من أجل أن تلعب دور الوسيط بين الفرقاء. إذن فالورقة والكرة مرمية الآن في ملعب العرب يعني، وليس غير العرب. نعم استاذ خليني اكمل. العنف المسلح، العمل المسلح بمفهومه الواسع الكبير وليس الجزئيات، بدا بغض النظر عن نظام القذافي جيد او غير جيد، انا لا يهمني هذا الموضوع، يهمني الاستراتيجيه الدوليه. بدات بالحلف الاطلسي بضرب الدوله الوطنيه في في في, في عده دول العالم العربي ليس فقط في ليبيا. إذا الحلف الأطلسي يعني لما زميلي يقول مع احتراماتي له يقول أن الدولة التي تعيش 100 سنة تستطيع أن تحتفظ، العراق عاش 5000 سنة، تاريخ العراق 5000 سنة دولته ولكن حطموه. إذا يا أستاذ الاستراتيجية أكبر من هذا. الآن يضربونا بماذا؟ يضربونا هذا الشيعي وهذا كلام السنة. كلام مهم دكتور، معلش أبقى معي. أستاذ مصطفى صبري مالك، الغرب هذا يعني الديمقراطي الذي يعني بقيادة أمريكا، الحلف الأطلسي، أوروبا، يعني الكل الآن صار تقريب يجمع على أنهم دمروا ليبيا. نعم أسقطوا القذافي الذي ربما كانت أطراف خاصة الثورة يريدون إسقاط القذافي، لكن إسقاطه بتلك الطريقة وبالضرب وبالقصف الجوي وغير ذلك ثم الانسحاب جعل ليبيا تدخل في أتون هذا الصراع الذي ربما إذا لم يوفق المتصارعون الفرقاء ستدخل ليبيا في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. نعم، عندما قلنا أن الليبيين غير جاهزين لإقامة ديمقراطية وأن الشريحة السياسية الليبية غير مؤهلة لتأسيس ديمقراطية، فتأسيس الديمقراطية قضية معقدة وصعبة. نحن اقترحنا مشروع، عملنا مبادرة سميناها مبادرة إدريان بيلت. إدريان بيلت هذا شخصية من هولندا جاءت لليبيا في الأربعينات، كنا نمر بمشاكل شبيهة بالتي نمر بها الآن، وهذا الشخص هو مبتعث من الأمم المتحدة، مفوض من الأمم المتحدة، هو الذي ساعدنا في تأسيس المملكة الليبية والتي تأسست في 51. نحن في الحزب الديمقراطي قلنا أن نريد أن نعيد الكرة ثانية في مبادرة جديدة لإدريان بيلت، سميناها إدريان بيلت، بحيث أن الأمم المتحدة تتولى إدارة ليبيا مباشرة. مجلس الأمن يكون مفوضية تتولى إدارة ليبيا مباشرة لتأسيس الديمقراطية في مدة 3 إلى 5 سنوات. نحن الآن إذا لم نذهب إلى طريق إدريان بيلت مهددين بالاقتتال إلى يوم يبعثون، والدولة الليبية مهددة بالزوال، تتفتت ليبيا، الأطماع الخارجية موجودة، ثروة هائلة وشعب صغير جدا، أطماع العالم كلها منصبة على ليبيا، غرب وشرق. نعم أبقى مع أستاذ صبري مالك. ينضم إلينا محمد غميم عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء من طرابلس. أهلا وسهلا بك السيد محمد غميم. أهلا وسهلا أستاذي. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. إحنا كنا ننتظر كذلك أن نتصل بالسيد أو يتصل بنا السيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والتنمية من الجزائر لأنه يحضر هذه جلسات الحوار هذه، لكن نعم، لكن ربما أنت بإمكانك أن تزودنا أكثر بتفاصيل عما يجري الآن في الجزائر وما هي أهم النتائج التي توصل إليها الفرقاء. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم في قناة المغربية وأحيي كافة ضيوفكم ومشاهديكم الكرام. أنا لست من ضمن الحاضرين في حوار الجزائر، ولكن حسب ما يتبادر لنا من بيانات أول بأول عن الإخوة الحاضرين وعلى رأسهم السيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، أن الحوار هو محاولة لملمة الانقسام السياسي من كل الأطراف، سواء على أصعدة البواسات التشريعية العليا في الدولة، المؤتمر والبرلمان، وإلى الشخصيات السياسية وإلى التكتلات الحزبية والأحزاب السياسية. هل هذا يعني أن كل الأطراف ممثلة؟ يعني ما صابت إليه الجزائر في هذا الحوار، جاءت كل الأطراف التي وجهت لها الدعوة؟ بحسب المعلومات التي لدينا
معظم الأحزاب الموجودة على الأرض نعم والتي لديها تواجد في المشهد الليبي هي كانت موجودة ممثلة من حزب التحالف وحزب العدالة والبناء نعم. والجبهة والتغيير وحزب الوطن كل هذه التشكيلات كانت موجودة على ممثلة في رؤساء أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى 10 أو 12 شخصية سياسية أخرى ناشطة سياسية قدمت لهم الدعوات من خلال برنامج متكامل عند دائرة الأمم المتحدة. لا ندري ما هي المعايير لكن بالنسبة للأشخاص لا نعلم ما هي المعايير التي قدمت. أو نعود إلى مضمون هذا الحوار أستاذ محمد غميم، إلى أي مدى تم الاتفاق ربما أو الإشارة على الأقل أو تحضير أرضية لحكومة الوفاق الوطني والمسائل الأمنية خاصة؟ أخي الكريم، في بروتوكول الأمم المتحدة أنها تقدم نقاط أو مواثيق نعم. تحاول أن تجمع لها قاعدة بحيث أنها تصبح لديها إجماع أو ترسم نوع من التوافق على هذه الأشياء نعم. بالإضافة إلى ما يطرحه الأطراف نعم. نحن علمنا ومعلوماتنا ليست متكاملة إلى حد الآن وننتظر خروج بيان، لكن علمنا أنه تم مناقشة كثير من القضايا المهمة منها وضع التشكيلات المسلحة في الغرب وفي الشرق أيوة. منها إبعاد الشخصيات الجدلية من على الساحة الليبية سواء العسكرية أو السياسية، منها تنظيم العدالة الانتقالية، منها النظر وإعادة النظر والتأكيد على وضع النازحين سواء في الداخل أو في الخارج، ومنها النظر في برنامج الدستور وكيفية وجود مرحلة انتقالية نعم. تكون هي مرحلة وفاق وطني وتنتهي منها نخرج منها إلى مرحلة ثابتة في حكم ليبيا إن شاء الله نعم. هذا ما تبادر لنا وما علمناه نعم. هناك تصريحات بالتوازي مع عقد هذه الجلسات خاصة من جانب الجناح أو من جانب حكومة طبرق وبرلمانها، كما يقول أبو بكر بعيرة يقول البرلمان هو السلطة الوحيدة الشرعية، ونحن نعلم أن هذا البرلمان تم حله بقرار قضائي من المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية في طرابلس. يعني هل ليست هناك نية عند الفاعلين الكبار أو القادة عند جماعة طبرق، يعني لا تصب هذه التصريحات في صالح تحقيق هذه الأرضية التي نتحدث عنها؟ للأسف أخي الكريم، ما يقوم به الآن البرلمان أو المجموعة الموجودة الآن في طبرق لا تصب في مصلحة ليبيا ولا الاستقرار في ليبيا. هم الآن عينوا شخصية جدلية، رجل مصنف مجرم قام باستباحة أموال وأعراض نعم. وتهديم مدينة، قاموا بتنصيبه بما يخالف القانون العسكري الليبي نعم. الرجل أسير سابق ويقوم بتنصيبه قائد عام ويقوم بقصف المراكز المدنية. نحن نؤكد على أن الطيف المحسوب والمتمثل في طيف 17 فبراير نحن نؤكد على تمسكنا بضرورة إنهاء الانقسام الموجود الآن عن طريق الحل السياسي، بالرغم من نعم. أن طرف 17 فبراير هو من يملك القوة على الأرض، إلا أننا مستمرون وملتزمون بتحقيق مسار ينهي هذا الانقسام عن طريق التمسك بالحل السياسي. ومبعوثية الأمم المتحدة ليس غريب عليها أن تقوم بما تقوم به، ولا الجزائر، ونحن نثمن موقف الجزائر كثيرا ونعتبر أن امتداد المغرب العربي، نحن قبل أيام ماضية شهدنا مجلس التعاون الخليجي وكيف أنه وقف في وجه تصريحات قدمت أو تم توجيهها لقطر، وأن المجلس أصدر بيان يرد فيه على الترهات التي قامت بها القبائل الأشياء التي قدمت بها مصر قطر عن طريق أنها تتهمها بالإرهاب وكذا. التزم المجلس التعاون الدول الخليجي بإصدار نص واضح يؤكد فيه تمسك دول الخليج. نحن لماذا نستغرب من الجزائر أن تقوم بهذا الدور في خلال مظلة المغرب العربي ودول الجوار؟ نحن بالعكس في 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 ليبيا وفي ثورة 17 فبراير وأطرافها والأحزاب السياسية المحسوبة على 17 فبراير، نحن نؤكد ونتمن على ضرورة قيام دول الجوار بالدور المطلوب منهم. شكرا جزيلا
شكرا جزيلا السيد محمد غميم عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء، كنت معنا من طرابلس. قبل أن نتم الحديث مع ضيفي وضيوفي عن طريق الهاتف، بودنا أن نشاهد هذا الجانب من تصريح برناردينو ليون الممثل الأممي في الحوار الليبي الذي صرح به أمس بالجزائر، فابقوا معنا. ليبيا أمامها خياران اثنان لا غير، الاتفاق السياسي أو الدمار، ونعلم جيدا أن الدمار ليس خيارا، وأن جميع القادة المجتمعين هنا يريدون ليبيا موحدة، ليبيا ديمقراطية ومتوافقة مع مبادئ ثورة 17 فبراير، وليبيا التي تعتبر لاعبا إقليميا مسؤولا، ليبيا التي تحارب الإرهاب. هذه هي المبادئ التي نعقد على أساسها اجتماعنا اليوم. أعود بسؤالي بعد الاستماع لهذا الجانب من تصريح برناردينو ليون إلى ضيفي عن طريق الهاتف الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية من الجزائر. أستاذ دكتور، ما يعني ما هو منتظر من هذا اللقاء في الجزائر؟ هل ستنضم إلى هذا اللقاء وهذا الحوار دول أو ممثلين عن الدول التي تمسك بخيوط الأزمة في ليبيا كذلك، وخاصة الدول الإقليمية كليبيا كمصر مثلا؟ أنت تعرف مسبقا أن الجزائر آخر مرحلة في التحضير لهذا اللقاء كان تواجد السيد وزير المكلف بالمغرب العربي وفي المنتدب السيد مساهل، نعم، في مصر قبل انعقاد هذا اللقاء. اكيد الجزائر قد تم التنسيق مع الدول ليس فقط الاقليميه، حتى الدول الاوروبيه وغيرها والولايات المتحده وغيرها لانجاح هذا الحدث. الشيء اللي تميز به الجزائر خلافا للمغرب ان الجزائر ليست طرف، خلافا للمغرب الذي كان طرف في الصراع سابقا. الجزائر الشيء الاخر اللي يميز الجزائر انها تريد فقط جلوس المتصارعين في طاولة واحدة. الجلوس في حد ذاته هو مكسب، يبدو لي أن ما حدث في الجزائر هذا هو المكسب الأساسي. أما لغة الأحادية ما زالت سائدة، وانت سمعت الآن فقط الممثل حزب العدالة وش يقول بأن النظام السابق وجماعة طبرق، ونفس الشيء جماعة طبرق يقولوا هذا، يعني كل واحد ما زال في اتجاه يناقض الآخر. والجزائر ما تريده هو أن الطرفين ينزل معا لاعتماد مبدأ أساسي، ومنه انطلق هذا المبدأ، ويبدو لهذا ما حدث بالأمس واليوم أن الاتفاق حول وقف العمل المسلح. لما يوصل على وقف العمل المسلح معناه تبدأ التنازلات. نعم، عملية العمل المسلح هو الذي يصعد ولا يسمح للتنازلات أن تنطلق، وأراها الآن من خلال التصريحات المتباينة. نعم، سواء أمس بفندق الأوراسي لبعض الأطراف من الحاضرين في اللقاء أو ما أسمعه إعلاميا. إذن يبدو لي أن هذا هو المكسب الأساسي الذي تحقق، وأن الحوار سيستمر بهذا النهج. إذا استمر بهذا النهج يستطيع أن يستمر فقط في حالة واحدة. نعم، أن الدول الإقليمية بأقصد الضبط دول الخليج، أقصد الإمارات العربية المتحدة، أقصد قطر، أقصد مصر من جانب العربي، أقصد كذلك من الجانب الدولي أو الدولي أقصد تركيا، أقصد فرنسا، أقصد الولايات المتحدة. إذا هذه الدول فعلا تريد أن الحوار يأخذ مجرى جد متقدم لاسترجاع ما بقي من ما يسمى بالدولة الليبية، لأن الدولة الليبية الآن انهارت. إذا بهذه الطريقة يبدو لأن الحوار أو الذي تم في الجزائر أسس بهذا التصور. نعم، أبقى معي الدكتور إسماعيل دبش. الدكتور يقول بأن ربما لقاء الجزائر، جلسات الحوار في الجزائر أنقذت ربما الحوار من الانهيار، باعتبار أن الجزائر يعني ليست طرف تابع أو يساند أحد المعسكرين المتصارعين. الجزائر بقي على الحياد، تراقب الوضع، يهمها الوضع كثيرا باعتبار الموقع الجيوسياسي وما يحدث في شمال إفريقيا ككل. يعني هل تعتقد أن يعني المجتمع الدولي الآن يجب عليه أن يختار أن يدعم الحوار في الجزائر بدل أي مكان آخر باعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الجزائر من حوارات سابقة، من نجاحات سابقة، حتى في لبنان، حتى في أماكن متعددة؟
أم أن هي مجرد حلقة من الحلقات؟ الجزائر ليست طرف محايد. نعم. الجزائر تنتمي إلى النظام العربي القديم. أيوة. وهي تريد الثورة المضادة، تريد انتصار الثورة. نعم. المضادة في ليبيا، ولا تريد ثورة 17 فبراير. نعم. المعركة في ليبيا بكل وضوح هي معركة بين 17 فبراير وبين الجماهيرية، هذا هو الأصل، ولهذا السبب الوصول إلى حل سياسي أمر معقد وقد يكون مستحيل. نعم. إلا على حساب ثورة 17 فبراير. نعم. وهذا لن يقبل به الثوار بأي حال من الأحوال. نحن لن نتنازل عن ثورة 17 فبراير. إذا كان جماعة الجماهيرية يتخلوا عن من تحزب خان ويتخلوا عن حلم عودة الجماهيرية عندها ويتحدث ويقبل مبدئيا بثورة 17 فبراير، عندها يمكن الحديث. نعم. لكن الآن الطرف الآخر هو يريد كما تآمر على ثورة 17 فبراير في السنوات الأربع الماضية، الآن يستمر في تآمره على هذه الثورة. لهذا السبب نحن وجدنا في الحزب الديمقراطي أن القضية الليبية قضية معقدة، ولهذا طلبنا أن ليبيا تديرها الأمم المتحدة، هذا هو بالنسبة لنا الخيار الوحيد. يجب هل تطالب مثلا بإخراج الحوار من الجزائر إلى مكان آخر مثلا؟ هذا الكلام اللي يجري في الجزائر الآن لن يقدم ولن يؤخر، هذا ليس أصل المشكلة. شكرا. نبقى معي أستاذ صبري مالك. سيد الدكتور إسماعيل، هو الدكتور إسماعيل الضيف يقول بأن الجزائر من النظام والمعسكر القديم المضاد للثورة والمضاد للربيع العربي، وأن الجزائر في حد ذاتها لا تتحاور مع المعارضة في الجزائر وتتحاور مع شعبها في الجنوب الذين يحتجون عن الغاز الصخري، كيف بها أن تنجح وأن تكون محايدة في هذا الحوار الليبي؟ ما رأيك لو نقول جماعة الطبرق في ذاتهم ينتقدون الجزائر؟ نعم. جماعة الطبرق ينتقدون الجزائر ويعتبرون الجزائر أنها تتعاطف مع 17 فبراير يعني كل طرف يوجه الجزائر، هذه أكدك الجزائر هي حيادية. الطرف 17 فبراير الآن يتهمون الجزائر بأنها تنحاز إلى جماعة القذافي. جماعة الطبرق يتهمون الجزائر بأنها تنحاز 17 فبراير. هذا ما يؤكدك بأن الجزائر حيادية. إذن اعتقادي بأن يجب أن نرجع إلى الإنسان الليبي. نعم. هل الإنسان الليبي له هذه الاتجاهات والولاءات؟ قطعا لا. الشعب الليبي الآن وصل إلى على غرار ما حدث في تونس وعلى غرار ما حدث في عدة دول، يريد فقط الاستقرار بغض النظر عن 17 فبراير أو النظام القذافي سابقا. نحن نريد أن تسترجع ليبيا استقرارها بغض النظر عن الولاءات السياسية. ولما نتكلم عن نظام القذافي، نظام القذافي انتهى، ما بقاش نتكلم عن نظام القذافي الآن، الحاجة انتهت ونزيد نتكلم عليها. لا يا أستاذ، أنا يبدو لي أن الأحزاب السياسية تريد أن تحقق مكاسب سياسية في ليبيا على حساب ليبيا وعلى حساب الشعب الليبي وعلى حساب استقرار ليبيا، وهذه لغة خطيرة جدا. نعم. إذا مشينا فيها نحن نؤسس انهيار ليبيا بصفة نهائية، ولا نتكلم عن دولة، نحن نؤسس انقسام ليبيا ككل إلى دول ودويلات وإلى إمارات، وهذا هو الخطر الكبير. نعم. على الأخوان في ليبيا سواء أحزاب أو شخصيات سياسية بغض النظر أينما كانوا أن يتجهوا إلى الشعب الليبي الذي يريد فقط حاجة واحدة، وهو يسموه الاستقرار وإعادة الوضع الذي كانت عليه ليبيا في إطار سياسي، في إطار الدولة الليبية. الآن الليبي لا يجد عن ماذا يأكل، لا يريد أن يبحث عن استفزازات أو حلول أخرى، يبحث فقط. أسأل أنت إعلامي في قناة المغاربية، أسأل الشعب الليبي، الشعب بغض النظر عن جماعة في طرابلس أو طبرق، ماذا يريد؟ نعم. شكرا. سؤال وجيه دكتور، أبقى معي دكتور. سؤال وجيه دكتور إسماعيل يقول بأن السؤال يجب أن يوجه للشعب الليبي ماذا يريد، وأعتقد أنت تكلمت كذلك على الشعب الليبي، لكن قلت ما غير جاهز يعني الديمقراطية. لكن قبل أن يجهز الكل للديمقراطية، أليس للشعب من حقه أن يدلي بدلوه؟ بدل جماعة طبرق يقولون نملك الحقيقة، جماعة طرابلس يقولون كذلك نملك أكثر من الحقيقة، يعني لماذا لم يتوجهوا إلى الشعب يعني في بطريقة أو بأخرى، وأن يتوجهوا إلى الشعب الذي هو من حقه أن يثبت من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي، وهو الضحية في نهاية المطاف؟ أنت لا تستطيع أن تتوجه للشعب، لأن الشعب 6 مليون،
أنت نعم. تستطيع أن تتوجه للذين يمثلون الشعب أو نعم. الذين يقولون أنهم يمثلوا الشعب. نحن لا نريد أن تستمر الأمور سوءا أكثر مما هي عليه إلى أن يقول نعم. الناس أن آتونا بديكتاتور آخر. نعم. يعني الثورة المضادة تريد أن الشعب الليبي يكفر بالديمقراطية وينادي بحفتر نعم. ديكتاتور آخر، قدافي آخر نعم. يقول عشان الشعب الليبي يكفر بالديمقراطية أصلا، ويقول نحن مع أول طاغية جديد نعم. بهذه الطريقة ستفشل ثورة 17 فبراير. نحن نرفض هذا تماما، لا لحفتر لا لعودة الجماهيرية. نحن نريد ديمقراطية، ولكننا نعترف كليبيين أن ليست عندنا ثقافة ديمقراطية نعم. ثقافتنا للأسف قبلية إلى حد كبير. دعني أوجه هذا السؤال، ينضم إلينا في الحين السيد بشير جويني الباحث في العلاقات الدولية من تونس. أهلا وسهلا بك السيد بشير. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لكم ولكل مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا بك. ضيفي السيد صبري ماك يقول بأن يعني لا نريد ليبيا أن تكون لا لجماعة القذافي ولا لجماعة حفتر ولا لكل من لجماعة الثورة المضادة، وإنما للشعب الليبي، لكن تنقصنا الثقافة الديمقراطية. كيف تقيم ما يحدث في ليبيا الآن، وإلى أين وصل هذا الحوار يعني فيما يتعلق بالوضع في ليبيا؟ نعم، بعد شكركم وبعد ترحيب بجميع ضيوفك، طبعا لا يخفى على حد أن ليبيا عاشت حوالي 4 عقود من ديكتاتورية ظالمة، ديكتاتورية غاشمة، لم تقم فقط ب يعني سلب مقدرات الشعب الليبي وتدبيرها، بل كانت ايضا تقوم بعمليه تسحير وبعمليه تغيير ممنهج للساحه السياسيه. فما وجدناه يعني بعد الثوره هو خليط من يسمى حتى في ليبيا بالدهشه الليبيه، والاستاذ الدكتور معك ليبي يعرف الدبل سفره، يعني هؤلاء الذين عادوا من الخارج والذين عقد عليهم الشعب املا كثيره من جهه انهم يعني كانوا في بلدان ديمقراطية أو عاشوا يعني في بلدان ديمقراطية على أساس أنهم سيقومون بنقل ليبيا أو إقامة هذه النقلة النوعية في الساحة الليبية. للأسف الشديد يعني هذه الطبقة السياسية كلها بطبقة الداخل والخارج لم تكن في مستوى تطلعات الشعب الليبي، وهو ما أنتج يعني حالة من خيبة أمل عارمة، خصوصا لدى الثوار الذين حمل جزء كبير منهم السلاح وقدموا الغالي والنفيس لأجل تحرير ليبيا ونصرة أهداف ثورة 17 فبراير. نعم. طبعا النتيجة الآن هي نتيجة لا تسر أحد، يعني نتحدث بصفة عامة عن الواقع في ليبيا، عن الواقع الاقتصادي، عن تصدي القبلي، عن غياب الدولة. نعم. عن عدم سيطرة الدولة على الأجهزة الرسمية وإلى آخره. من أهم المشاكل التي واجهها الفرقاء هي مشكلة الحوار في حد ذاته، يعني ليس مضمون الحوار وإنما أين الحوار. لم يقبلوا الحوار في سويسرا، لم يقبلوا حتى داخل ليبيا، كان فيه نقص في الحضور. الآن الحوار ذهب إلى المغرب وذهب إلى الجزائر، كيف تقيم عن تفكير ممنهج للساحة السياسية في ليبيا؟ أنتج يعني حالة عدم وعي عند الطبقة السياسية الليبية، ومن أبرز مبادئ أو من أبرز مظاهر عدم الوعي هو رفض الآخر ورفض الجلوس إلى الآخر. الآن أعتقد أن الأيام الفارطة والمبادرة المغربية التي كانت تكليل يعني جهود كبيرة قامت بها الأمم المتحدة وبقية دول الطوق، تونس، الجزائر، أيضا يعني كل الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في هذه العملية، أفهمت أو الفرقاء الليبيين فهموا الرسالة أنه لا بديل عن الحوار، البديل عن الحوار هو الفوضى وخسارة الجميع وغرق السفينة بما فيها. وأعتقد أنه هناك بارقة أمل جلوس الممثلين عن المؤتمرات العام وممثلين عن البرلمان الليبي، برلمان توبرك، هو يعني جلس بارقة أمل قد تحمل في ثناياها يعني رسائل إيجابية. يجب، ونعتقد الآن واجب المجتمع الدولي وواجب كل الأطراف ذات علاقة بالمسألة الليبية، خاصة أقصد منها دول الطوق، الدول العربية. شكرا جزيلا السيد بشير جويني، لا بأس، قد فاتنا الوقت كثيرا، شكرا جزيلا على مشاركة معنا. الباحث في العلاقات الدولية السيد بشير جويني كنت معنا من تونس. آخر سؤال أوجهه أولا إلى الدكتور إسماعيل دبش. السيد جويني تحدث عن بارقة أمل من وراء هذا الحوار،
يعني رغم التضاد والتجاذب الذي يدور حول هذه الحوار بين الأطراف المتصارعة، كذلك تصريح الأمين العام أو الممثل الأمم المتحدة يقول التوافق أو الدمار. ما هو آخر ما تقوله في الوضع في ليبيا دكتور إسماعيل؟ أنا اعتقادي الآن الوضع في ذاته أسس للقاء الجزائر، معناها لا يوجد اختيار آخر ما عدا اختيار اتجاه في الحل السياسي والمفاوضات البناءة التي توقف العمل المسلح. يبدو لي أن هذا القناعات موجودة عند الجميع، ما بقاش واحد ليبي يريد أن ينتصر، جماعة جناح يريد أن يأخذ كل شيء والباقي لا يترك شيء. أنا حتى جماعة 17 فبراير رغم تعنتهم فلم يبقى لهم ما يسمى بقانون العزل وعدم عودة أتباع القذافي وغيرها، لأن هذه سببت كوارث كثيرة. قانون العزل من بين الأشياء اللي سبب الأشياء. يبدو لي أن الجميع الآن شكرا. تحت ضغط الشارع الداخلي وتحت الضغوطات الدولية والإقليمية. شكرا جزيلا الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الجزائر. قال كلمة أخيرة، ليس هناك خيار، وهو ما قاله ليون كذلك، ليس هناك خيار، بارقة الأمل لتجنب الدمار. نحن في الحزب الديمقراطي عندما قدمنا مبادرة إدريان بيلت قلنا أن هناك ثلاث دول إسلامية ديمقراطية على استعداد أن ترسل قوات إلى ليبيا، قوات حفظ سلام، قبعات زرقاء، قوات أممية. هذه الدول هي ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش. هذه الدول على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام في ليبيا، ويجب الأمم المتحدة تتولى إدارة إقامة الديمقراطية في ليبيا. النخبة السياسية في ليبيا ليست ديمقراطية، وكثير منهم ليسوا وطنيين أصلا. شكرا جزيلا أستاذ صبري مالك الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي في ليبيا. أشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا لهذه الحلقة، وأشكر كل الذين شاركوا معنا فيها. نلقاكم مرة أخرى بحول الله في أحداث وأصداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.